بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه أحلى من التحويل. تشيك إن سوارم، في أحد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفة. وأنا أقول ليش الناس كاشخة وفلة أمها، أثرهم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني أنت وجهك؟ إيه لا تغلط لا تغلط، لا أفلم بك الآن باللاين. سم شوف حامل حامل هذه هي صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. إي المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. إي ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبل إكس عندهم. لعب عرف كيف يفتح معها موضوع. أولا ياسر افتح المنيو من جوالك خل ذاكر، ترى إذا دخلنا عند المحاسب أبى أطلب حليب عدني وفشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ما شاء الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذولي إلى الحين صفين سنة. بيلا تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية. يا أخوي أنت ما شبعت إلى الحين، إيش فيك أنت؟ أنا في الحقيقة نباتي. أول مرة أشوف ولد نباتي، وأنت؟ أنا أكلتي المفضلة الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلتنا الله يصلحك. ليش أنا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالأمور ذي. أدري يا أختي أدري، بس حبيت أضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار، الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة، وين محلقة شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. إلى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي أنت تطلع منها بس؟ يا أبويا فاتك نزل ثلاثة فلافل من الآخر بثلاثين ريال وأجل بسرعة. قصر صوتك يا بزر فضحتنا. إلا على فكرة عسى ما خلاف الرجل، ليش مقزز؟ ادعي لنا بالثبات بس على هالوقت، ومفروض حنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. أقول دزة دزة أنت وياه بس. هلا والله بالكشير البطلة، أتحداك يا كشخة. ويلكم يا أهلا وسهلا، وش تحب تطلبون؟ وش البست سيلر عندكم؟ يقلع أم المراحل الصعبة، وش ذا الكلمة بعد؟ أنت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد إنجليش إكس ولاك جري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل؟ وش هالمعدة تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكة وأشهر طبق إكسكلوزيف كبدة. كبدة؟ خلاص عطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر هماك تقول الفلافل تجيب القلون والآن طالب فلافل؟ هذيك الفلافل هذي لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها أنت؟ يا الله جديد تلعلي. حسابكم 300 ريال. أراه 300 فطور، طلبين ربع تعيش حنا. هو صادق شكل المحاسبين عن السرة كله، أقصد اللاين. اللاين هلا والله من مطعم البطل. يا عيال إذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا إذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي بثلاثين ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر فشلتنا. إيه بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، أهم شيء أفطرنا في محل كبدة محتوى يا أبوي وبطني.